يعاني سكان قطاع غزة من استمرار الحصار الخانق منذ عدة سنوات، إضافة إلى أزمة انقطاع الرواتب التي تؤثر على حياة شريحة كبيرة من موظفي قطاع غزة قبل عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى سلب فرحة العيد وعدم الإقبال على شراء حاجيات العيد، بالإضافة إلى عدم الإقبال على شراء الأضاحي. تفاصيل الأوضاع في غزة في هذا التقرير. أسواق شبه فارغة من المشترين وبضائع متكدسة لا تنتظر فقط من يستهويها بل من يمتلك المال لشرائها. هذا هو حال القطاع في استقباله عيد الأضحى المبارك. تسوق على استحياء واستعداد ينقصه الكثير وفقا للحالة الاقتصادية الصعبة الناجمة عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة واستمرار الحصار وتأخر رواتب موظفي القطاع الحكومي التابعين لحكومة حماس. أوضاع سلبت من فرحة العيد تفاصيل جميلة ما عاد بالإمكان ملاحقتها. فيش إقبال بالمرة، فيش إقبال من المواطنين، فيش رواتب، فيش مصاري مع الناس، يعني الوضع صعب جدا جدا في قطاع غزة. عمري شفت وضع سوق زي هيك، يعني مش مبين إنه وضع عيد، يعني الحمد لله حصار من شقة والضرائب اللي كل يوم والتاني على البلد من شقة والوضع الاقتصادي. ولأن الأضاحي هي أهم ما يميز عيد الأضحى فقد ظهر تأثر المبيعات فيها جليا وفقا لمتابعة التجار لإقبال المشترين أو المشاركة على الأقل في حصص صغيرة يتمكنون من خلالها تطبيق الشريعة النبوية وإسعاد أبنائهم. كل هذا نتيجة الواقع الاقتصادي الذي بدأ يحول قطاع غزة لمكائن غير آمن لحياة كريمة. ما فيش إقبال من الناس على الأضاحي بس يعني بالمرة إطلاقا. من وين بده يروح؟ بده يصرف على أولاده ولا يروح يعمل؟ بقول لك بصرف على أولادي، أفضل ما أجيب ضحية حقها 2000 أو 3000 شيكل، كل قبضته 800 شيكل. بالنسبة للأضاحي غليت يمكن ربع أو أكثر. اللي كان يقدر يضحي مثلا معاه 2000 شيكل أو 1500 شيكل، واللي بقول الحصة 3000 شيكل، فبقول لك أنا معيش أضحي، من وين بروح أجيب؟ لا والله بيتي أولى بال 2000 شيكل، أولادي ألف أولى بالموضوع هذا. رغم كل هذا يبقى أهالي القطاع على يقين بأن للعيد فرحة وبركة لا بد أن تحل عليهم مهما قست الظروف. على استحياء تتحرك لوحة التحضيرات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في قطاع غزة مع تراكم الهموم الوطنية والحياتية والمادية للمواطن الغزي والتي لم تترك مجالا كثيرا لبوابات الفرح. منى عوكل، قناة رؤيا، غزة، فلسطين.